بعد أن أبدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع كل من جابو وسليماني سابقا، يواصل واحد حليلوزيتش المدرب السابق للمنتخب الوطني استهدافه للاعبين الجزائريين. تقارير إعلامية تركية كشفت دخول المدير الرياضي لنادي طرابزونسبور مفاوضات مباشرة مع مجيد بوكر مدافع المنتخب الوطني الموجود دون فريق لحد الآن، رغم تردد بعض الأنباء عن اتفاقه نهائيا مع نادي الفجيرة الإماراتي. حليلوزيتش يصر على تدعيم محور دفاعه بمدافع خبير، ما جعله يضع بوكر على رأس أولوياته. التقني البوسني بدأ رحلة البحث عن لاعبين جدد، والبداية بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد لتعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، وهو مهتم حاليا أيضا بضم الجزائري ماندي إضافة إلى مهدي.